من المميزات اللي بدأت تظهر لكل المستخدمين الآن هي ميزة الثيم الغامق على تطبيق اليوتيوب في الآيفون. فالآن أول ما تفتح التطبيق ممكن تظهر لك مثل هذه الرسالة واللي تدعوك لتجربة الثيم الغامق. فلو ما انتبهت للرسالة هذه بإمكانك أنك تضغط على صورة حسابك اللي موجودة في الأعلى وتختار Settings أو الإعدادات. فلو فعلت الآن الدارك ثيم فراح تكون الخلفية سوداء، ففي ناس يحبون يتصفحون تطبيق اليوتيوب بهذا الشكل. بالإضافة لو كان عندك آيفون إكس فراح تخفف من استهلاك البطارية، وهذا السبب الآن إنه لو جيت أنت دخلت على إعدادات الآيفون ودخلت على خلفيات الشاشة بتلاحظ خلفية شاشة سوداء بالكامل، لأنها تقلل من استهلاك البطارية في الآيفون 10 فقط. أما الآيفونات اللي قبل فما راح يفرق معك لو اخترت خلفية سوداء، ولا راح تفرق معك في استهلاك البطارية، لكن في الآيفون إكس لو اخترت خلفية سوداء راح يقلل من استهلاك البطارية. وفي النهاية يا ريت تشتركون بالقناة، ويا ريت تعطون لايك للفيديو لو أعجبكم، ولو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اسألوني على السناب. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.